أوضح وكيل الشؤون الفنية والخدمية بشؤون الحرمين محمد بن مصلح الجابري أن مسطحات المسجد الحرام ومرافقه تم تعقيمها بالكامل باستخدام نحو 15 ألف لتر قبيل استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء طواف القدوم. وأضاف الجابري أن عملية التعقيم شملت استخدام أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و11 روبوت لتوزيع مياه زمزم، وسبع كاميرات حرارية. وتمت عمليات التعقيم دون إعاقة للحركة، حيث تم تنظيم حركة العاملين دون تأثير على مسارات الحجيج، كما تم توزيع أكثر من 30 ألف عبوة زمزم على الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام.